أحسن الله إليكم يسأل المفتاح علي عن المسافر هل يقوم ويؤدي صلاة السنن الرواتب؟ سنة الفجر نعم يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأما الرواتب التي مع بقية الفرائض فإذا قصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة. الله يخفف عنك وأنت تزيد. نعم.